يعني أي ذنب قتلت هالإنسانة، أطفال صغار تشرت ومشت، قصف من البيكيكي من لعنا الحزب، إيشو هاد حطونا هون؟ كنا نقول بدنا معونة، ما بقى بدنا، ما بيجينا شي طاول، قلنا معلش عم تجينا هالمي نعمة الله، بس فوق منا قصف قصف يا ربي دخيلك. هالأطفال شردت، عالم ما عندها بيوت، وين دا تسكن؟ يكون عنا بيوت ما جينا لهون، يكون في عنا خيمة ما جينا هون، عفنا الخيم جينا قلنا أحسن. ما في طاول طاول، لا حياة للمتنادي، ما في. إذا تطلع سيارة إسعاف لهون الدفاع المدني بموت الواحد ليصل من طلعة الجبل، بس ما في شيء هون نهائيا عنا. ماتت المرأة وولادها بدي أسعفوهم بعد ثلاثة أربع ساعة، لا إجت حتى الله بعد هون حدا لأنقذوها لتحت الجبل، ما حدا عم يطلع بيخافوا، وباركين قلنا يلا الحمد لله ماشي حال، قصف قصف علينا، عم بيطلعوا بالشردوا بهالشوارع تحت الزيتون عم يبركوا العالم بالشوارع، ما عندهم حدا. طلباتنا بدنا الأمان واستقرار ويأمنوا لنا بيوت بدل هون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك أبو يوسف الحموي من سكان مخيم كويت الرحمة، يلي ظلوا ساكنين بمخيم كويت الرحمة، لأنه مخيم هاد 300 عيلة اللي ظل هلأ قاعدين بقلبه كلياتهم ما بيطلعوا 20 عيلة، يلي ما لهم محل يروحوا عليه. العالم كلياتها طلعت على المجهول، ما أنا عرفانة وين رايحة، أقسم بالله العظيم عالم طلعت ما أنا عرفانة وين رايحة، لا على خيمة ولا على بيت ولا عرفانة وين رايحة. العالم كلها طلعت على الجبل لفوق من القصف، هون ضربونا صواريخ أو أنت مبارح راحت عيلة، واللي قبله بثلاث أيام هون كمان نزل عندنا بالحارة هون صاروخ كمان صاوبنا فيه. الدفاع المدني بتأخر ليوصل لعنا، الطريق شايف شلون الطريق أنت عندنا هون، الوضع بالمخيم ما ضل في حدا بالمخيم، العالم كلها طلعت ما نعرفانة وين طالعة، أقسم بالله العظيم العالم ما نعرفانة وين رايحة. اللي ماله محل ماله محل، ما نعرفان وين بده يروح، يعني والله شو بده هاي العالم اللي هون، شو بده تساوي؟ ما حد عرفان اقسم بالله. ليك العالم كلها عم تحمل تطلع لفوق على الجبل، تطلع لهون، صوبنا هون بالمخيم، اجت نزلت عندنا قذيفه، ضلينا اكثر من ساعه لحتى وصل الدفاع المدني لعنا لحتى ياخذونا من هالطريق هاد. جابوا العالم سكنوها هون 300 عيله وصار ضرب عنا، يعني ما انه منطقة آمنة نقعد فيها هون، نحن منطقة آمنة تقعد فيها العالم، كل عيال مدنية، ما في حدا هون عنا عسكري او هيك، كل عيال مدنية، وصار ضرب علينا، يعني مبارح ضربوا هون صاروخ راحت العيلة هون حرمة واولاد، والله ما في حدا يعني هون عساكر او شيء يستهدفونا، كليات عيال كليات عيال. العالم كلياتها طلعت من المخيم، وهلا اللي ضل بالمخيم ما نعرفه وين بده يروح، لا الجهات المعنية دول مدير او حدا عرفان وين بده يروح فينا، ولا المسؤولين اللي تحت نزلنا مبارح مظاهرة عند المجلس ما عرفاني وين بدهم يروحوا فينا. ضلت العالم قاعدة هون، اللي ماله محل يروح عليه وين بده يروح؟ طلعت العالم قاعدة كلها فوق بالجبال هون بالخيام، واللي لقى غرفة قاعد فيها عيلتين وين بدها تروح العالم؟ ما ضل في غير زلم هون، كلها طلعت العيال وين بدها تروح؟ وين بدهم يروحوا؟ يا اخي والله ما بنطلب غير محل امن نقعد فيه نحن، نتقاوى فيه نقاوى فيها الاولاد، يعني نقعد مكان امن وين بدنا نروح؟ يعني وين نروح بحالنا؟ اللي ما ضل له حدا يروح عليه وين بده يروح؟ وين بده يروح؟ يعني نحن بدنا بس مكان نقعد فيه نتقاوى فيه، ما يكون فيه ضرب، فيه اولاد معانا، في عيال، في عالم، وين بدها تروح هي العالم؟